كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ. أنت القراءة الأصلية حفص أو ورش؟ شايفك كنت شوية مالك واثق من البداية. حكمة تعلمها من جده. هذه لا تحسب عليك للعلة التي لديك. في 7 سنوات يصل إلى هذا المستوى علمياً وأخلاقياً ولغةً وقراءةً. شو معنات عقبة سيدي؟ وانكفى بالله حسيباً. بس شو ما دابنا كون خير خوب. فكنت مزماراً من مزامير آل داود ما شاء الله حسنت.